في الشأن الدولي، وعلى هامش الندوة الصحفية التي أقيمت بسفارة كوبا في الجزائر، جدد سفير الكوبي على لدى الجزائر التزام بلاده بالسير على نفس النهج الجزائري الداعم للقضيتين الفلسطينية والصحراوية ودعم حق الشعبين في تقرير مصيرهما. التغطية كانت لوليد بن أحمد. نحن مثل الجزائر وكثير من الدول المناضلة والمهبة للسلام ضد الاستعمار من كل صفاتها، نقول بكل وضوح بأن ما قضية الشعب الفلسطيني الذي طبعا تناضل من أجل ليس فقط حق التقرير المصيري وإنما في حقه في إقامة دولته المستقلة الصحراء الغربية هي قضية نحن نعيدها في تقرير حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. هذا وأشاد السفير الكوبي بالعلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع بين البلدين، مؤكدا استعداد بلاده لتعزيز هذه العلاقات أكثر. فخورين بمستوى العلاقات الثنائية التاريخية القائمة بين بلدينا، نؤيد ونقول بكل وضوح بأن كوبا مستعدة وتعمل مثل ما تعمل الجزائر إلى تعزيز هذه العلاقات التاريخية التي تربطنا، وكل ما نستطيع أن نستفيد من خبراتكم وممكن الاستفادة المتبادلة من الخبرات كلا البلدين نحن جاهزون. كما استنكر ممثل الدبلوماسية الكوبية بالجزائر الحصار الاقتصادي الأمريكي الممارس على كوبا وكذا أعمال الاستفزاز والتخريب الممنهجة من قبل الولايات المتحدة داخل هافانا بغرض زعزعة الاستقرار في البلاد. قد استنكرت كوبا الدور المتزايد لسفارة الولايات المتحدة في هافانا في تنظيم أعمال استفزازية تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي في البلاد. احنا مستعدون مثل ما كنا دائما ان ننادل من اجل حقوقنا، من اجل سياداتنا، من اجل كراماتنا. نقدر تقديرا عاليا الموقف الجزائري التقليدي الرافض تماما لهذا الاجراء الاجرامي والجائر ضد شعبي.